مرحبا، اسمي علي إبراهيم وأعمل في شركة مايل لاب. نحن متحمسون لنقدم لكم جهازنا الجديد وحش الذهب ألف. يتيح هذا الجهاز للعاملين في مجال التنقيب عن الذهب كلفة منخفضة لأداة ذات كفاءة عالية في التنقيب عن الذهب، مع اختيارات متعددة من الأطباق والبطاريات وحامل الجهاز والسماعات الرأس. يتميز جهاز وحش الذهب بنظام تشغيل أوتوماتيكي سهل الاستخدام جدا، حيث أثبت كفاءته من خلال التجارب العملية المكثفة. صمم هذا الجهاز ليكون سهل التعديل، حيث يمكن تجميعه بطرق مختلفة. الآن سوف أخذكم في الخطوات الستة لتجميع الجهاز من دليل البداية السريعة. أولاً، اربط العصا الوسطى بالعصا السفلية وتأكد من ربطها بإحكام. ثم اربط العصا العليا بالعصا السفلية بنفس الطريقة. يمكنك استخدام أما طبق GM 10 لتغطية مساحة أكبر ولعمق أكثر، أو استخدام طبق GM 5 للمناطق الضيقة. قبل ربط الطبق تأكد من وجود الحلقتين المطاطيتين في المشبك، ثم قم باستعمال المسمار البلاستيكي لربط المشبك بالطبق. باستخدام اثنين من مشابك العصا اربط جهاز التحكم بالعصا العلوية. تأكد من موازاة المشابك مع الفتحات المخصصة في جهاز التحكم. تأكد من إحكام شد المشابك بطريقة صحيحة لمنع انزلاق جهاز التحكم على عصا الحمل. الآن استخدم المشبكان المتبقيان والمسامير لربط مسند الذراع. ثبت مسند الذراع تحت مستوى الكوع ثم أحكم الشد. تأكد من ربط الطبق والجهاز ومسند الذراع بشكل متحاذي وفي مكانها الصحيح. قم ببعض التعديل ثم شد المسامير عند الحاجة. لف كابل الطبق حول العصا. قم بربط كابل الطبق بجهاز التحكم ثم شد الموصل. يأتي جهاز وحش الذهب ألف مع خيارين من البطاريات: بطارية ليثيوم قابلة للشحن، وحامل بطاريات يستوعب 8 بطاريات AA. يمكن شحن بطارية الليثيوم بواسطة شاحن الكهرباء أو شاحن السيارة المرفق. أدخل البطارية في مكانها المخصص مع ملاحظة شعار مايل لاب متجها إلى الأعلى. أغلق فتحة البطارية في مكانها. إذا كنت ترغب باستعمال سماعة الرأس، قم بربط هذه بصندوق التحكم. ميزة إضافية رائعة لجهاز وحش الذهب ألف، حيث يمكنك استخدام أي عصا حمل متوفرة لديك بدلاً من عصا الحمل المتاحة مع الجهاز. أولاً، أدخل عصا الحمل بالمشبك ثم شد المسمار. تأكد من وجود الحلقات البلاستيكية في المشبك، ثم أربط المشبك إلى الطبق بواسطة المسمار البلاستيكي. اتبع الخطوات من 2 إلى 6 في دليل البداية السريع من أجل تركيب باقي الجهاز. إن جهاز وحش الذهب ألف يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل، فقط شغل الجهاز وابدأ بالعمل بدون الحاجة لمعرفة أي تفاصيل معقدة عن جهاز التحكم. يمكنك قضاء وقت أطول في البحث عن الذهب بدلا من قضاء الوقت في برمجة الجهاز. هناك 3 خطوات سريعة للبدء: شغل الجهاز، ارفع الطبق لمدة 10 ثواني في الهواء، اخفض الطبق إلى الأرض وابدأ بالبحث. إن لجهاز وحش الذهب ألف عدة مزايا سوف تحول المبتدئين إلى محترفين. أسلوب البحث يحتوي على خيارين للبحث من أجل أفضل النتائج. عند تشغيلك الجهاز للمرة الأولى، نظام الذهب هو النظام الافتراضي. هذا النظام يقوم برفض الإشارات القادمة من الأهداف الحديدية
من ما يتيح لك البحث عن الذهب فقط. كما يمكنك اختيار نظام عميق كل المعادن من خلال الضغط على مفتاح أسلوب البحث. هذا النظام يقوم بالعثور على الذهب أعمق، ولكنه يعثر على الحديد أيضا. مؤشر احتمالية الذهب يوضح ما هي نسبة أن يكون الهدف ذهبا. إذا كنت تبحث عن الجهاز الأفضل كفاءة بكلفة أقل، هذا هو الجهاز الذي كنت بانتظاره. لمعرفة المزيد، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل معتمد لمايل لاب، أو اتصل على مايل لاب الشرق الأوسط وأفريقيا في